much a better move. They have been outstanding defensively. And what a move. Bear in mind, plays as a winger for much of his game time. This is a man who has a Premier League hat-trick to his name. Spinning cage up.
ستجري فيه مياه منتخب جديد قوي شاب منتخب اسمه فورسال متوسطة هاتغط عليه لمار الزيمبابوي حاول تسميه بقى الأمامية من شيبيتا متابع مع علي السلامة مشنوش مشنوش يا مشنوش تدخل وارتباك في سقوف الفرسان مع محاولة من زيمبابوي مرة مساعد منتخب زيمبابوي مويو هدف من سالم زيمبابوي حاول تلتقط من جانب الغنودي بس الكرة في وسط الميدان عن بيتر مويا بيتر مويا بيتر مويا عماني في التشتيت تشتيت كرة الآن يسترك يا ماتيسو لكن أقرب بيتر مويا من جديد من دون أي فلسفة دفاع مبدأ السلامة مطلوبة كرة محاولة خطيرة مساعدة السلامة ممنوع يا عبد الرحمن الأعمامي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الدخول أشواء اللقاء في الشوط الثاني بعد أن حاول منتخب الزيمبابوي مفاجأة ليبيا بهدفها بس الكرة تعتمد من دفاع الزيمبابوي معتز الزيمبابوي ليريكوي ليريكوي بيتر موي مع علي السلام جانبي أمامنا بيتر مويو يمدي حيوان شيكوفا لمسة من مويو تدخل وحكم اللقاء والمصراتي برافو المصراتي مرر لكن كرة تعود من جديد ما عادش تعود كرة من الدفاع الليبي كل الكرة تعود على المنطقة الليبية تنفيدة كرة تنفذ حاول خطير تحت منتخب زيمبابوي يلعب لقطة شيبيتا لينكوبي مويو يضغط عليه مصراتي اضغط يا مصراتي اللاعب متوقف في هذه اللحظات مباراة في الشوط الثاني صعبة وصعبة وصعبة وامام الجمهور الحاضر من جماهير زيمبابوي اللي تحاول ان تساعد فريقها الوان تو الان لم تدفع الاعمامي هنا عند تلعب داخل المنطقة التربي يخطي التسديد يخطي التربي في بعد الكرة يحصل حق بيتر مويو لم يستغل الكرة خمسة ممنوع المفروض يعني الحرس يكون أكثر من الأشواط الإضافية وضع قدم مصراتي بيتر مويو صديقي مرر لكرة رفعت كرة كرة تعود من جديد الآن عند صديقي تظل الكرة المحاولة مساعدة منتخب الزيمبابوي منتخب الزيمبابوي كتب الهجمات الدراسية تنتهي بسلام من اللاعبين عدم التهاون في اخر لحظات اللقاء شفنا في الكرة الأعمامي الأخيرة ذكرتني بركلة جزاء الكابون كرة بعدها مباشرة من غير ترويض من غير فلفل زيمبابوي في الهجوم في انتظار عودة الشباب